مشاهدينا اهلا بكم مره تانيه في اخر فقراتنا وفقرتنا الطبيه. حدثنا فيها معاكم عن التراكيب الصناعيه للاسنان، ويا ترى بتكون من ايه وايه خاماتها وازاي نقدر نتعامل معاها بشكل صحيح. هنعرف كتير من التفاصيل مع ضيفنا دكتور معاذ بدري، طبيب اسنان. اهلا بيك يا دكتور. يا اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك دكتور معاذ. موضوع التراكيب الصناعيه للاسنان خد وفتره طويله جدا، خد قبل كده وما زال الناس بتتكلم عنه ان هو ما هيش حاجه سهله ومش حاجه بسيطه، ولو ركبتها جسم غريب في بقي ومع اسناني فانا مش هعرف اتعامل معاه. فاشرح لنا بشكل بسيط ايه هي اصلا التراكيب الصناعيه للاسنان. طيب، هو بشكل بسيط يعني التراكيب الصناعيه للاسنان بنلقى لها في حالات معينه، مثلا فقد الاسنان او ان يكون في اسنان ضعيفه بنضطر ان احنا نحافظ عليها ونحميها بعد معالجة العصب اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت. طبعا في ناس يعني كبار السن برضو مع بعض الأمراض، السكر والأمراض، يعني في ناس بنضطر ان هي تخلع أسنانها كلها، بنضطر ان احنا نعمل لها برضو الأطقم الصناعية. يعني أنواع التركيبات الصناعية كتير، في منها الثابت. طيب، في منها المتحرك. بقى على الانواع بشكل تفصيلي، انواع التراكيب الصناعيه وامتى او ازاي بيتم اختيار التراكيب دي وبناء على ايه؟ طيب، احنا بنقيم الحاله، طبعا بنقيم على حسب وجود الاسنان وعدد الاسنان الموجوده. في نوعين من التركيبات الصناعيه بنقدر ان احنا نقدمها للمريض. في التركيبات الثابته وفي التركيبات المتحركه. التركيبات الثابته مشهوره اللي هو الكراون والبريدج، الكوبري او الطربوش بالعربي، طربوش التلبيسه عند بعض الناس بيقولوا عليها تلبيسه. دي لما بيكون مثلا موجود اضراس خلفيه بنقدر تسمح لنا نعتمد عليها نعتمد عليها، ويكون في اضراس صحيحه ان احنا نقدر نعمل عليها يعني التركيبه بتاعتنا. التركيبات المتحركه بنلجا لها لما بيكون الاسنان الخلفيه، الاضراس الخلفيه تم فقدها مع الاسف، يعني اضطرينا ان احنا نخلعها والمريض ما عندوش اضراس خلفيه. ففي هذه الحاله بنضطر، او مع بعض الامراض مثلا معينه، امراض السكر وكده اللي هو مش او لما يكون في ضعف في اللثه بنضطر ان احنا نعمل تركيبات متحركه. تمام. وفي طبعا اللي هو زراعه الاسنان، ده اللي هو الجديد او حاليا ما بقيش الجديد، يعني اللي هو كل يوم في الطب في جديد. اللي هو دلوقتي اخر حاجه موجوده في التركيبات يعني. طيب دكتور معاذ، ليه الناس دايما بتخاف من التراكيب الثابته وبتقول لك لا انا اعمل متحرك اشيلها براحتي انظفها لو تعبت مفيش مشكله، لكن الثابته انا دبست فيها خلاص انا مش هينفع ان انا اتصرف فيها. هو بالعكس، هو في بعض الناس بتتضايق من المتحركه. يعني اكتر الناس بتلجا للثابت قبل المتحرك. ليه؟ لان الثابت بعد فتره يومين ثلاثه المريض بيتعود عليه، المتحرك مشكلته ان هو بيضطر ان هو يطلعه وينظفه ويحطه تاني. في بعض الناس بتتضايق من الموضوع. الستات بيتضايقوا منها ان انا اطلع يعني جزء من اسناني او يقع مني في اي موقف بيعمل حرك شويه. بالظبط. يعني هي يعني غالب الناس بالعكس بتفضل التركيبات الثابته عن المتحركه. يعني طيب، هي التركيبات الثابته يمكن هقول لك بقى الحاجات الشائعه اللي الناس بتقولها، ممكن بيحصل تحتها خراج، يحصل جنبها التهاب، ما بتعرفش تعالجه بسهوله، يا اما تخلعه كله وتروح عليه كل التكاليف دي، يا اما للاسف مشاكله بتبقى كتير. طبعا هو في كل حاجه ليها طبعا مشاكل، بس هي دي معتمده على الطريقه، يعني التكنيك اللي اتعمل بيه. وبعدين الخراج اللي بيحصل مثلا تحت التركيبات الثابته ده مش بيكون سبب التركيبه نفسها، غالبا بيكون معالجه الضرس نفسه اللي قبل اللي تحت التركيبه. يعني مثلا في حشو العصب اتعمل بطريقه مش مظبوطه، او ان هو اصلا ضرس ما كانش يتعمل حشو عصب واتعمل له حشو عصب، او ضرس مثلا هو من الاساس كان فيه مثلا ضعف في اللثه، يعني هو مثلا مش قابل ان هو احنا نحط عليه تركيبه ثابته، والمريض حط عليه يعني، او حصل ان هو ركب عليه تركيبه ثابته يعني. يعني الاساس كان معمول تحتيه حاجه غلط. طبعا. يعني هي المشاكل اللي بتيجي من التركيبات، في مشاكل من التركيبات نفسها وفي مشاكل من الاسنان اللي تحتها. المشاكل من الاسنان منها مثلا الخراج، منها التهاب اللثه، الموبيليتي بتاعه الاسنان، يعني الاسنان يكون نفسها فيها حركه. المشاكل بقى بتاعه التركيبات ان مثلا تكون التركيبه قصيره شويه، بيدخل اكل تحتها، بتكون مثلا تركيبه عاليه شويه. دي المشاكل اللي هي بتاعه التركيبه نفسها. مشاكل التركيبه نفسها محلوله سهله،
يعني اخر حاجه ممكن نغير التركيبه خالص كلها على بعضها. لكن هو لازم تكون اول حاجه تقديرنا للاسنان نفسها لتحت التركيبه مظبوط من البدايه والمعالجه بتاعته مظبوطه، بعدين دي اهم خطوه، بعدين التركيبات نفسها امرها سهل، يعني اخر حاجه ممكن ان هي تتغير يعني. طيب دكتور معاذ، موضوع التركيبات الاسنان واخد شهره شويه انه تكلفته عاليه، ان الحاجات دي بتبقى غاليه علشان حتى على الاقل يبقى الشكل حلو ونفس لون اسنانك والناس ما تحسش ان انت عامل حاجه غريبه، فانت مضطر تدفع مبلغ كبير علشان تاخد كفاءه عاليه. هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ الكلام ده صحيح. ليه بقى؟ لان هو المواد للاسف، المواد بتاعه تركيبات الاسنان مواد غاليه. يعني هي اصلا والاجهزه بتاعتها غاليه خالص. يعني مثلا حاليا اللي هو التركيبات الجديده اللي بنشتغل بيها اللي هو الزيركون مثلا او التركيبات البورسلين اي ماكس، دي محتاجه اجهزه معينه اللي هي كات كام، يعني محتاجه اجهزه عاليه جدا، الاجهزه دي غاليه خالص والمواد بتاعتها غاليه، فاحنا مجبرين يعني ان هي يعني هي التكلفه بتاعتها غاليه من الاساس يعني. طيب خلينا نشوف بقى الاعمار اللي ممكن يعملوا تركيبات للاسنان. احنا يعني من واحنا صغيرين عارفين ان بيركب الاسنان دي جده او تيتا، يعني الاعمار الكبيره خالص يا رب ربنا يديهم الصحه والعافيه، ولكن هل في اعمار صغيره حتى سن الشباب، اقل حتى من الشباب، هتخش في سن مثلا ال 15 والاعمار دي ممكن بيعملوا تركيبات؟ ولو بيعملوا تركيبات ايه الهدف او ليه السبب، خلينا بمعنى ادق، ايه السبب اللي يخلي اعمار صغيره زي دي تعمل تركيبات في الاسنان؟ طيب انا اقول لك حاجه، يعني حتى من عمر 5 سنوات ممكن نعمل تركيبه للاسنان. 5 سنين؟ يعني خلاص هو... ده لسه اسنانه اصلا ما كملتش. مثلا في الاطفال مثلا بنعمل حاجه اللي هو الستل ستيل كراون. ده مثلا بيكون الضرس متهدم جدا ومضطرين ان احنا نحافظ عليه، ميعاد خلعه لسه ما جاش. فبنضطر ان احنا نعمل للطفل في السن ده مثلا بنعمل له بعد معالجه طبعا الضرس معالجه تامه، بنعمل له حاجه اللي هو الستل ستيل كراون. بعدين التركيبات العاديه اللي هي البورسلين والزيركون والكلام ده للناس الكبار، دي احنا بنعملها بعد 18 سنه للي هو الاسنان اللي هي الدائمه يعني. أيوه. دي بنفضل ان احنا نعملها بعد 18 سنه بعد ما يكون اكتمل النمو والبلوغ بتاع الانسان يعني. توقف النمو يعني بتاعه. تمام. طيب في بعض العادات الغلط اللي ممكن صاحب التركيبه هو بيعملها فتبوظ له التركيبه كلها، يعني خلينا نشوف المفروض يتم التعامل ازاي الصحيح مع اللي عنده تركيبات اسنان وابرز الاخطاء الشائعه اللي ممكن بيقع فيها. طيب بالنسبه مثلا للتركيبات الثابته، يعني احنا اول حاجه بننصح المريض ان هي الاسنان الطبيعيه انت لازم تهتم بنظافتها كويس خالص، فما بالك دي حاجه من صنع الانسان يعني بالزبط. في الاول وفي الاخر فانت لازم تهتم بزياده. طبعا اللي هو الفرشه والمعجون الطبيعيين والدنتال فلوسنج، تمام، يعني اللي هو استخدام الخيط. وفي خيوط معينه للتركيبات اللي هو بيعدي من تحت التركيبات الثابته، ده عشان ننظف فيه البقايا الاكل وننظف فيه اي بقايا اكل بين الاسنان. بالنسبه للتركيبات المتحركه برضو لازم المريض بيطلعها كل يوم، يغسلها بالفرشه والمعجون ويحطها في ميه وملح، يعني في تعليمات معينه للنظافه بتاعتها لازم المريض ياخد باله منها عشان ما يحصلش مشاكل بعدين في اللثه وفي الانسجه المحيطه بتاعه التركيبه. الحاجه الثانيه بقى اللي هي المشاكل الشائعه، ان التركيبه وقعت، التركيبه اتكسرت. طبعا برضو في بعض الاكلات، يعني مثلا هو يعني وارد مش حته عين جمل قد كده مصمم تكسرها باسنانك مثلا التركيبه باظت الدكتور وضحك عليا. الاسنان الطبيعيه بتتكسر مثلا من الحاجات دي، فهو الناس بتفتكر ان التركيبه خلاص هو حط مثلا حاجه حديد في اسنانه. لا احنا بنقول لا، هو حط فلوس كتير فمتوقع انها مش هتبوظ خالص. لا يعني هو طبعا ما ناكلش حاجه، يعني على التركيبات المفروض المريض ما ياكلش حاجه ناشفه عليها. في بعض الاكلات اللي هي مثلا اللبان، العلكه، الحاجات دي اللي هي بتشد التركيبه وتطلعها. أيوة. دي بالنسبه للنساء يعني مشهوره جدا وانا اتوسطت طبعا. بس فدي يعني من ضمن النصائح اللي احنا بنقولها للمريض يعني بالنسبه للتركيبات. النصائح دي لكل الاعمار حتى للصغيرين لو ليهم التركيبه اللي حضرتك قلت عليها؟ الصغيرين يعني ما لو قلت لهم مهما قلت لهم مش بس هي بتبقى مرحله مؤقته، يعني الصغيرين كام سنه وبتتغير، اما الكبار لا يعني بيعمل حاجه بتعيش معاه يعني. فعلا. طيب اصحاب لسه الحساسه دول يعني ربنا يعافيهم، مشاكلهم بتبقى كتير جدا في العادي، فما بالك وانت مضطر تركب له تركيبه اسنان، بتتعامل معاه ازاي عشان تاخد احتياطات كتير ان التركيبه مش تبوظ وفي نفس الوقت لسته ما تتاثرش بشكل كبير؟
طيب هو يعني مصطلح اللثة الحساسة هو مصطلح عام شوية، يعني هو احنا ممكن نقول مثلا اصحاب اللثة في الناس بيكون عندها اللثة مريضة، او ان هو بيكون مثلا مريض سكر، بيكون عنده مشاكل في الاربطة بتاعت الاسنان نفسها. في هذه الحالة احيانا بنضطر نلجأ للتركيبات المتحركة، ما بيبقاش في قدامنا اي حل غير التركيبات المتحركة. وفي حاجة تانية الزراعة برضو بناء على تقييم الحالة وتقييم المريض برضو ان احنا ممكن نعمل له زراعة، بس طبعا اللثة الحساسة دي مصطلح عام زي ما قلت لحضرتك. ممكن اللثة الحساسة يكون اصلا محتاجة بس تنظيف، محتاجة معالجة لثة واللثة ترجع طبيعية. يعني في بعض الناس اللي بيشتكي من ان اللثة بتنزف دم كتير، اتكلمنا عن الموضوع ده المرة اللي فاتت شوية بسرعة عابرة. ففي يعني موضوع اللثة الحساسة ده موضوع احنا معنا بيعرض على الشاشة دلوقتي طرق التركيبات بتبقى عاملة زي، اعتقد دي تركيبات الثابتة، دي زراعة الاسنان. هنا بتكلم على الزراعة. الزراعة يعني برضو ندي فكرة يعني بصورة مختصرة، هو يعني الناس كتيرة بتخاف من الزراعة. موضوع الزراعة يعني مش بياخد بالظبط العملية بتاعته أكتر من ربع ساعة أو نص ساعة. اللي بيحصل إن إحنا بنفتح جزء بسيط في اللثة وبننزل بدريل في العظم، طبعا الحاجات دي بتبقى ليها قياسات معينة. ده بنج كلي أعتقد؟ نعم، بنج كلي ولا ده بنج؟ لا ده بنج اللي هو بتاع الخلع كمان؟ بنج موضعي، موضوع أبسط من يعني موضوع بسيط. احنا بس احنا أصلا بنخاف من دكاترة السنان من غير حاجة، فما بالك بقى في العظم والزراعة والحاجات دي. هي الموضوع الناس بتسمع موضوع فتح اللثة وبنحفر في العظم بيخاف. بس هي العملية أسهل حتى من حشو العظم. يعني هو الموضوع كتير بسيط، يعني يعني انا شفت عمليات زراعه ما بتاخدش اكتر من ربع ساعه. طيب احنا كان معانا تعليقات على صفحه البرنامج كان نفسنا ان احنا نجاوب عليها خلال الحلقه، ولكن للاسف وقت الفقره انتهى. وان شاء الله نجاوب عليها مع حضرتك، او حضرتك ممكن بعد الحلقه تدخل على صفحه البرنامج تجاوب عليها. ما فيش مشاكل. دكتور معاذ بدري طبيب اسنان، بشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا، شرفتنا وفدتنا كتير. شكرا جزيلا ليك، وطبعا الشكر موصول لكل مشاهدينا ومتابعينا على حسن وطيب المتابعه. اتمنى يا رب ان الحلقه تكون فادتكم وعجبتكم. نشوفكم باذن الله تعالى بكره في حلقه جديده على الهواء مباشره، ودايما معاكم وبيكم بيتنا احلى.